يا شباب، مثل ما انتم شايفين هذه غطاء التايمينج تبع المحرك. اثناء التنظيف لازم تفكوا طرمبة الزيت بهذا الشكل، تفكوا الغطاء تبع طرمبة الزيت مثل ما انتم شايفين، وتتأكدوا من الحشو تبعه من القلب او الداخل او المضخة نفسها تبع طرمبة الزيت. طلعوها وتتأكدوا منها، ما في تجريح، ما في تآكل، ما في اي شيء، وتنظفوها. وتفكوا كمان الريجوليتر فالف اللي بيكون هنا بالداخل، وتنظفوه كمان وتركبوه مرة ثانية. طبعا الشغلة هاي مهمة جدا 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 اثناء تنظيف المحرك، انكم تتأكدوا من طرمبة الزيت من حالتها ومن كفاءتها، وتنظفوا الريجوليتر فالف تبعها من اذا كان عليه رواسب او اوساخ مثل ما انتم شايفين يا شباب. طبعا مثل ما قلت لكم يا شباب، موضوع طرمبة الزيت اللي في غطاء التايمينج مهم جدا انكم تفكوها وتكشفوا عليها وتشوفوا القلب الداخلي تبعها اذا كان سليم او متجرح. طبعا هذه الحمد لله القلب تبعها حصلناه سليم، ولكن حليناه نظفناه كمان، وحاليا بنزيته وبنركبه، بنحط عليه شوية نقط زيت. احنا شايفين بهذه الطريقة نحط عليه زيت خفيف جدا، ما في داعي نغرقه كثير بالزيت، النقطة هذه بتكون لأعلى مثل ما شايفين يا شباب. وهذه بنحط عليها شوية زيت من هنا، شوية زيت فقط لا غير، وبنركبها بهذا الشكل مثل ما شايفين. هيك يا شباب تكون القلب تبع طرمبة الزيت ركب كويس. طبعا هذا الريجوليتر فالف، هذا اهم شيء تفكوه وتنظفوه اذا كان عليه اثار تسريب زيت، وتزيتوه كويس وتركبوه عشان ما يكون عشان ما يعمل استك او عشان ما يعلق داخل طرمبة الزيت. لاحظتوا كيف يا شباب؟ هذا هو الريجوليتر فالف، هذا هو الفالف تبعها، وهذه السوسته بتكون خلف منه بهذا الشكل، وهذا المسمار تبعها بيركب بهذا الشكل. بنركبها بهالشكل هنا، وبنربط المسامير تبعها. مثل ما انتم شايفين يا شباب، هيك بكون يا شباب غطى التايمينج جاهز للتركيب. نظفناه كله وغسلناه بالكامل، وشيكنا على طرمبة الزيت، فكيناها ونظفناها، ونظفنا الريجوليتر فالف اللي هنا منظم ضغط الزيت. طبعا مثل ما قلت لكم الجزئية هاي مهمة جدا في توظيف المحرك، لو كان في تآكل هنا او تآكل في القلب الداخلي او تآكل في الريجوليتر فالف، بنبدل المنظومة هاي كاملة عشان الاوفر هول او توظيف المحرك يكون ناجح معانا، ما يكون في اي مشاكل. حاليا ان شاء الله بنكمل تنظيف باقي الاجزاء ونتابع معكم خطوات العمل. حياكم الله يا شباب، مثل ما انتم شايفين طبعا هذه قطع الغيار وصلت، هذه ماسورة المياه، هذا الهيد جاسكت، هذه كوعة المياه اللي في الجنب، هذه وسط المياه اللي تحت، هذه علبة السيليكون، وهذا طقم الشمبر. مثل ما انتم ملاحظين وهذه السبايك بتاعت الكرنك، مثل ما شايفين يا شباب، وهذه البجهات، وهذه السبايك بتاعت البيلات بتاعت أذرات البساتم، وهذا سيل الكرنك الكبير، وهذه ثرموستات، بلف ثرموستات، بلف الحماوه كما شايفين. وهذه يا شباب علبة البيئة، هذه يا شباب علبة البيئة، مثل ما انتم شايفين يا شباب علبة البيئة الجديدة مثل ما انتم شايفين. هذا الجاسكت تبعها طبعا مثل ما شفتوا يا شباب، هاي قطع الغيار وصلت وان شاء الله امورها تمام. وهذا الهيد كمان جاي من المخرطة، انعمل له توظيف كامل للصبابات، وركبنا له اويل سيل فالف، الصمامات تبع البلوف. هذه البساتم جاهزة هنا مثل ما تلاحظين، المسامير، عمود الكرانك، جنزير التايمينج، وجزئيات تبع التايمينج، الامور هاي كلها جاهزة. وعندنا هنا يا شباب باقي اجزاء المحرك كمان تنظفت وجاهزة على التركيب مثل ما انتم شايفين. وهذا البلوك طبعا يا شباب،
مثل ما انتم شايفين كمان نظيف وجاهز على التركيب. مثل ما انتم شايفين يا شباب حاليا ان شاء الله بنبدأ معاكم خطوات التركيب. طبعا اول شيء يا شباب بنقيس الفتحات تبع الشنابر الاند جاب، بنتاكد منها قبل لا نركبها في البساتم، بعدها بنركب الكرنك والبساتم وبنقفل كارتير المحرك من تحت. ان شاء الله بنتابع معاكم خطوات العمل. طبعا الكاميرا الاوزما اكشن راح نصور معاكم بيها لعند ما يخلص الشحن بتاعها، لما يخلص الشحن بتاعها راح نحول لتصوير التليفون. مثل ما شايفين يا شباب خلصات الشنابر تاكدنا منها، امورهم تمام ان شاء الله. حاليا بنركب الشنابر في البساتم وبنركب السبايك في اذرعه البساتم. مثل ما انتم شايفين يا شباب هاي الطريقة البسم بيكون جاهز للتركيب، ركبنا الشنابر فيه وركبنا السباكة فيه. حاليا بنكمل تركيبهم على باقي البساتم. مثل ما شايفين يا شباب بهيك بيكون بستمين جاهزين وبكون فاضل عندنا بستمين. حاليا بنركب فيهم الشنابر والسبايك، بنتابع معكم خطوات العمل ان شاء الله. مثل ما شايفين يا شباب حاليا بنركب السبايك تبع الكرنك. طبعا انتبهوا يا شباب كل كرسي او كل ركبه من الكرنك ليها سبيكتين، سبيكه مفتوحه وفيها فتحه وسبيكه مقفوله. السبيكه المقفوله هذه بتركب على الكرسي ثابت، والسبيكه المفتوحه بتركب في البلوك. انتبهوا السبيكه المفتوحه هذه اللي فيها خط عشان تاخذ زيت من مجرى الزيت اللي بيجي للكرنك، والسبيكه المقفوله بتكون راكبه على الكرسي بهذا الشكل يا شباب انتبهوا. ملاحظين كيف السبيكه المقفوله بتكون راكبه على الكرسي بتاع الكرنك، والسبيكه المفتوحه في البلوك عشان فتحه الزيت عشان تاخذ زيت وتزيت الكرنك، والخط اللي فيها هذا يعتبر مجرى زيت للكرنك. طبعا يا شباب انتبهوا قطع الغيار هذه بالذات حساسة جدا، فيشترط انها تكون اصلي من الوكالة.
مثل ما شايفين يا شباب هيك بكون ركبنا السبائك تبع الكرانك. حاليا الكرانك بيكون جاهز للتركيب. طبعا بنزيد السبائك قبل لا نركب الكرانك. بشكل خفيف مش لازم نغرق الدنيا زيت. مثل ما انتم شايفين يا شباب بهذا الشكل حاليا بنركب الكرانك. طبعا قبل لا نركب السبايك قبل لا نركب الكراسي بتاعت الكرانك بنركب السبايك الجانبية يا شباب بهذا الشكل. السبايك هذه هي اللي بتحكم خلوص الكرانك الجانبي، انتبهتوا كيف؟ حاليا بنحط شوية زيت كمان على الكرانك وبنركب الكراسي الثابتة بتاعت الكرانك. في ارقام ليهم، 1 هنا، 2 3 4 و5. طبعا بنحط شوية زيت خفيف على السن تبع المسامير. مثل ما انتم شايفين بهذا الشكل يا شباب. وقبل لا نضغط على المسامير يا شباب بندق دقات خفيفة على الكراسي عشان تركب مكانهم للآخر. حاليا بنربط على المسامير ونتابع معكم خطوات العمل ونوريكم كيف ربط المسامير الصحيح تبع المصنع. بنجمع عليهم وبنتابع معكم خطوات العمل ان شاء الله. طبعا يا شباب بالنسبة لربط مسامير عمود الكرانك لو فتحتوا الكتالوج بتلاحظوا ان بيقول لك اضبط الساعة على مقاس 20 او 19 وبعدها زود على ربطة المسمار 90 درجة. حاليا احنا ضبطناها على 19. عارفين كيف يا شباب؟ لاحظت كيف يا شباب؟ بعدها بنحط علامات على المسامير بهذا الشكل. العلامات هذه عشان نعرف نربط كل مسمار 20 درجة، يعني العلامة كانت بهذا الشكل بنخليها بهذا الشكل. مثل ما انتم شايفين يا شباب لاحظتوا كيف يا شباب؟ بهيك بنكون ربطنا كمان على المسمار مقدار 90 درجة تقريبا. لاحظتوا كيف يا شباب؟ بهذه الطريقة بنكون احنا ربطنا على الكرانك نفس ربطة المصنع بالضبط. تلاحظين كيف؟ حتى الكرانك حركته حلوة وطرية جدا، ما فيها أي مشاكل. لو ربطنا زيادة على المسامير تحت الكرانك، الأويل كليرنس تبع الكرانك راح يختلف وممكن يسبب لنا مشاكل، وممكن الكراسي بتاعت الكرانك هذه تنكسر كمان. بهذه الطريقة بنكون ربطنا على الكرانك مثل ضبطة المصنع. بنضبط التورك رينش على مقدار 20 نيوتن بالمتر. وبعدها بنربط على المسمار بمقدار 90 درجة. لاحظتوا كيف شباب؟ والشرط هذه بنخليها باتجاه افقي وبعدها بنخليها باتجاه عمودي مشان نعرف ان المسمار لف 90 درجة. حاليا بنركب البسات ونتابع معكم ان شاء الله خطوات العمل. طبعا الكرانك لازم يلف باريحية جدا يا شباب. مثل ما انتم شايفين بنلفه عشان نركب البساتم. مثل ما انتم شايفين يا شباب بهاي الطريقة. طبعا اول شيء بنزيد الشمايز، نحط شوية زيت على ايدينا ولازم يدينا تكون نظيفة.
نزيد شماس بهذه الطريقة. بعدها بناخذ سلندر سلندر، نبدأ برقم واحد، شوية زيت هنا على البنز وشوية زيت على السبيكة ما في داعي نكثر، وشوية زيت على جناب البستم، وشوية زيت في المجاري تبع الشنابر بهذا الشكل يا شباب. بعدها بنجيب الانكي او اي مفتاح صغير بهذا الشكل، بنركبه داخل البنز وبننزل البستم في اول السلندر مثل ما شايفين بهذا الشكل. بعدها بنجيب مفتاح شنابر وبنزيته كمان، وبعدها بنركب المفتاح في البستم عشان نقفل على الشنابر بهذا الشكل مثل ما شايفين يا شباب. بعدها باستخدام شاكوش صغير بندق على اطراف المفتاح بهذا الشكل، وبندق على البستم بشويش بالراحة عشان يبات مكانه مثل ما شفتوا يا شباب. بعدها بنجيب البستم رقم 4 وبنفس الخطوات طبعا متأكد من الشنابر ان حركتها حرة داخل المجاري بتاعتها في البستم، ما تكون ضيقة عليها او ثقيلة. مثل ما انتم ملاحظين يا شباب هاي الطريقة البسهم رقم 1 و4 ركبوهم بمكانهم. طبعا بنتأكد ان الكراسي بتاعتهم لتحت عشان لما ندف البساتم لأسفل يركبوا بهاي الطريقة مثل ما شايفين يا شباب. حاليا بنلفهم عشان نركب الكراسي بتاعتهم. شوية زيت هنا وشوية زيت هنا، ما بنكثر زيت. طبعا بنربط عليهم مبدئيا باستخدام مفتاح بشكل خفيف جدا، ونتأكد كمان ان حركة البستم البساتم داخل الشميز طرية، وحركة الكرنك كمان طرية مثل ما انتم شايفين يا شباب بهذه الطريقة. بعدها بنرفع البستم رقم 1 و4 لأعلى عشان نركب رقم 2 و3. بنفس الخطوات السابقة يا شباب طبعا في شيء مهم انتبهوا يا شباب، النقط اللي هنا هذه بيكون اتجاهها ناحية جنزير التايمينج، النقط اللي على البساتم بيكون اتجاهها بناحية جنزير التايمينج. واخر سلندر عندنا شايفين يا شباب. طبعا يا شباب لما ننزل البساتم بننزلهم بالراحة عشان ممكن واحد ما يكون راكب بمكان كويس نفسك عشان ما نجرح مكان الكرنك. بعدها لما نلف المحرك بنعدله وبنركبه بمكانه الصحيح. كذلك الامر بنربطهم بشكل خفيف بمفتاح شباب مثل ما قلت لكم، بنربط مبدئيا عليهم بمفتاح صغير، وبعدها بنركب طار والمسمار لهنا عشان نتاكد من لفه الكرنك والبساتم سليمه ما فيها اي مشاكل مثل ما انتم ملاحظين.
بعدها لو شفتوا بالكتالوج موضوع ربط المسامير تقريبا مشابه لربط مسامير البيرنج تبع الكرانك، بنربط عليها بمقدار حوالي 17 من 17 الى 22 نيوتن على عزم على التورك رينج، وبعدها بنلفهم 90 درجة. مثل ما شايفين يا شباب هيك احنا ضابطينها على 18 تقريبا. لاحظتوا كيف؟ بعدها كمان مرة ثانية باستخدام الماركر بنحط عليها علامات بالجنب بهذا الشكل. العلامات هذه عشان نقدر نحدد ان نربط المسمار 90 درجة. مثل ما انتم ملاحظين يا شباب هاي الطريقة بنكون ربطنا مسامير الكرانك ومسامير البيلات نفس ربطة المصنع بالضبط، عشان لو شدينا عليهم بزيادة الاولي كرينس رح يختلف وممكن الكراسي هذه تتكسر ما تستحمل رباط كثير، وممكن المسامير نفسها كمان تتكسر ما تستحمل رباط كثير. مثل ما انتم ملاحظين بهاي الطريقة بتكون ربطة المصنع. حاليا بنركب الكارتيرة الكبيرة اللي هنا، وما بننسى السيلات اللي هنا. السيلات هذه هي اللي بتحصر ضغط الزيت اللي داخل من طرمبة الزيت للفلتر، واللي راجع من الفلتر رايح لباقي اجزاء المحرك. ما بننسى نركب السيلين اللي هنا. يا شباب في شيء مهم، بعد ما نربط الذراعات تبع البساتم او الان بيرنج تبع البساتم بنتاكد ان لازم كل بسم يكون فيه خلوص جانبي بسيط. لاحظين الخلوص الجانبي البسيط اللي هنا يكون يتحرك بهذا الشكل بشيء بسيط جدا. لاحظين كيف؟ يكون في حركة بسيطة جدا بالجنب اليمين والشمال، هذا الخلوص الجانبي لازم يكون موجود. لو ما كان موجود اما الاويل كريس بيكون قليل كثير وضاغط على السبيكة، او الخلوص الجانبي تبع الكرسي نفسه ما بيكون مضبوط. حاليا مثل ما قلت لكم بنركب اول سيل الكرنك الكبير، وبعدها بنركب السيلات الصغيرة اللي هنا، وبنركب الكارتيرة الكبيرة. مثل ما انتم ملاحظين يا شباب هاي هي السيلات الصغيرة اللي حكيت لكم عنها، بتركب بهذا الشكل هنا، وهذا اول سيل الكرنك الكبير. بنحط شوية زيت هنا مكان ما بيكون الكرنك بيلف داخل السيل، بنحط شوية زيت هنا بهذا الشكل وبنركبه. مثل ما انتم ملاحظين يا شباب بهذا الشكل. حاليا بنفتح علبة سيليكون عشان نحط سيليكون على الاويل بان او كارتير الزيت. وبعدها بنبدأ بنحط على أطراف الكارتير بهذا الشكل. طبعا علبة السيليكون كانت مفتوحة من تحت من هذا الاتجاه. ما انتم شايفين مثل ما شايفين يا شباب حاط سلكم بيكون بهذه الطريقة، وبعدها بنحط شوية هنا على أوسيل كرانك في الجناب
وشوية من الجنب الآخر فقط. حاليا بنركب الأويل بان. نربط المسامير تبعت الاويل بان. طبعا موضوع التنظيف يا شباب من رواسب الزيت اللي بتكون داخل المحرك هذا اهم شيء. طبعا يا شباب طريقة وضعكم للسيليكون على الكارتير قبل التركيب هي اللي بتحدد شكل السيليكون اللي خارج للمحرك، اما بيكون بشكل احترافي او بيكون بشكل ما هو كويس ومنظر ما هو حلو للمحرك بعد التركيب. هذا بنربط على الكارتير يا شباب باستخدام يد العزم. ما بننسى نربط على المسمار اللي تحت هنا. حاليا بنركب مصفى الزيت وبركب الجاتس الصغير تبعها. لو شفتوا بهذا الشكل. مثل ما شفتوا يا شباب حاليا بنركب الكارتير الصغير بنحط عليه سيليكون وبنركبها. هنا يا شباب بهذا الشكل حطينا سيليكون على الكارتير حاليا بنركبه. شباب هيك بنكون ركبنا نص السفلي من المحرك. ملاحظين خط السيليكون اللي ظاهر من المحرك؟ ملاحظين كيف ظاهر منه بشكل احترافي بشكل بسيط؟ السيليكون هذا ما لازم نحطه بكثرة على المحرك، بنحطه بشكل بسيط فقط بشكل خط على داير الكارتير فقط عشان يكون شكل الكارتير بعد التركيب وشكل السيليكون اللي خارج منه يكون شكله كويس ومثل المصنع. هذا هو بلف الثرموستات الجديد مثل ما انتم شايفين يا شباب. طبعا حاليا بنركب الطارة عشان نتأكد مرة ثانية من لفة البساتم من الأعلى. مثل ما انتم شايفين يا شباب طبعا
طبعا يا شباب قبل لا اركب الهيد جاسكت او راس المحرك بنتاكد من استواء سطح وش المحرك بهاي الطريقه باستخدام الفيلر مثل ما انتم شايفين يا شباب. بنتاكد من اماكن الشمايز من هنا ومن ما بين السلندرات وسطح البلوك كله بكل اتجاهات، بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه. طبعا انا هذا تاكدت منه سليم ما في اي مشكله، والوش كمان تاكدت منه سليم. حاليا ان شاء الله بننظف فقط وبنركب الهيد جاسكت الجديد وبنركب وش السلندر ومتابع معكم خطوات العمل ان شاء الله. هذا هو يا شباب الجوان الاصلي الحديد. مثل ما انتم شايفين يا شباب هذا هو الجاسكت الحديد الاصلي تبع المحرك. بنمسح هنا بننظفه كويس وبركب الجاسكت وبركب وش السلندر ومتابع معكم خطوات العمل ان شاء الله. مثل ما انتم شايفين يا شباب هذا هو البلوك تبع المحرك جاهز للتركيب. حاليا بنركب الجاسكت وهذا وش السلندر مثل ما انتم شايفين. شيكنا على البلوك ما فيه تنفيس وشيكنا على سطح الوش نفسه ما في اي انعواج وكله مستوي. هاي عواميد الكامات مثل ما انتم شايفين، وهي الكراسي تبعها مهاج جزئيات التايمينج. هذا الجاسكت الجديد مثل ما قلت لكم. حاليا بنركب الوش ومتابع معكم خطوات العمل ان شاء الله.